كوكب مفيد قد وضع أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. البلاغة الميسرة درسي سهما درسي بلاغية، وما أدراك ما البلاغة، بابزان علمي بلاغتشي وسودكي تشيا، علمي بلاغتشي وسودكشي تشيا. سيري لا بريهشت كتابك تانكن لا البلاغ الميسر لا بريهشت. دوز دانوا لا بريهشت. إنهم ذهلوا عن معنى كبير وهو مقصود البلاغة وغايتها، بل هو البلاغة كلها. أبي دوز دانوا بل هو البلاغة كلها. توا زور باشا شاشك توا أواني كتابتان لا إلا كتابك تان سيري كان كتابتان لا نيلا شاشك دان راوا. لدوي البلاغة كلها، ألا إن البلاغة إصابة القول والهدف. بخني واندو قوسوا البلاغة إصابة القول والهدف. لا بريتشان وثمان هشت لخواري خواروا. إن البلاغة إصابة القول والهدف، أما بخني واندو قوس، وهو ما يعبر عنه أهل المعاني بقولهم البلاغة لسان قوس يترب كروا مراعاة مقتضى الحال. البلاغة مراعاة مقتضى الحال دايخة. ويعبر عنها أو يعبر عنها في الحكم بقولهم قوس يترب كروا لكل مقام مقال ولكل حادث حديث دايخة. باش استاذ مانويت لو كان رستيا تعريفي علمي بلاغة ورقرين جاري شانوتي. إن البلاغة إصابة القول والهدف، إصابة القول والهدف بلاغة أويا أو قصي كذيكي الصواب وراست ودروست بيت، والهدف هدفكش ببيتشيت لقصة كردن الدا هدفيش ببيتشيت هم قسكت قسكت راست ودروز به، وهم او هدفيك هات لقسكرنك دا هدفك ببيش اصابته شي القول والهدف. ما بس لهم قصيت شي دواتر بو مارون دكاتره. البلاغه مراعاه مقتضى الحال. بلاغه بريتيه لا لبرتشاو قرتني يعني بيدا ويستي او حالتك تقصيتي لا ذكيت لبرچاو قرتني رچاو كردني واقعي او حالتك تقصيتي لا ذكيت اوش ديسان رون كرنوي ترمان دوي كاك دلين با كرتر لكل مقام مقال. بلاغة اويا لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. يعني شي لكل مقام مقال بكردي شي معنى يا قصيلة تعزيك ديكيت أويلة شايكو يعني مناسبي زواج ديكي يا قصي أبي جواز لوي جواز. أجر تشويت سرداني نخوش يا كذكرت أو قصي بو نخوش ديكي أو يا بو كسيك ديكي كا تازا من على كي مثلا لسفر هاتو تو ضلي خوشة وكويكا كاك وكويكني لكل مقام مقال. تو تشويت لاي كسيكا مثلا مالو ساماني شي زوري هي روش ولا دنيا دا دنيا خليك قيامتي لبي البريتوا استاذ تجور قصيك موافقي حالي او كسيبو يبكين
يعني درماني دردي أو كسد شيء كتبوي باسكي أي متكلم أي قسكر شيء بباسكين بقيمة الدنيا بباسكينو نزيتي مردني بباسكين باشا يا أملين كرة عمل الدريج به وعمزانا تواوتو بياني دمريد كم يعني يا كم يندوم كابرا لناو دنيا دا روشوا اگای لنوجنیا اگای لروجونیا اگای لصدقنیا استا چی بو باس کین کچوین بولای پاسی نزیچی مردنو بی قیمتی دنیای بو باس کین یان عملی دریش کین لمردن متر سجاره یا کم یاندوم یا کم ها یا کم وانیا باش استا دچملای نخوشک تشمل اینه خوشک حالی زور خراب. بو بلم چی؟ هر بلم کره مردن نزیکه. تو زور نخوشی. بخواه لوی نگیت ایواره. اویم باشه استا؟ نه برای برز. دیان و صدان که زوکو تو نخوش که تو نو چیش بون؟ چاک بونه تو؟ وامزان تواو کتایت به هات. امید و هیوای بدم اویان یا بجاره گوری برو خینین. امید و هیوای بدهیت. وانيا كواتها ده شي تلاي طالب علمك قنجانك بيعواني شوكو ايوه كخريجي علما بيشت علمي بو باسك بلام بونو منتور ريتك وتوتا ناو بازارو بتنيش كو مالي قنج ده درويك سيري شكو شوازي عندك اي زور دورن لا لاخواي قولوا اي بيبلم بلاغة مورا با بيبلم علمي صرف يعني تي علمي ناحو دزاني يعني تي اي بلاغة اما حكمته بر باسی بوده کی برا؟ زور دوره لخواه جاره باسی قبر قیامتی باب که باسی ترسی خواهی جوری باب که که وقت بلاغه دوشته قسکت لروانگی زمانی عربی و راز به و بجوری واقعی حالی او کس او شوی نجبت بجوری واقعی حالی او شوی او کس به او بلاغه طرنه کسی که بلیغه ماشاءالله براستی بلیغه ماشاءالله قصی ناودلی ایمی کرد سبحان الله لشونه چی تایبات قصه چی تایبات و گنجایی کرد استاد الان چی تعریف علمی بلاغه بنوسه لای خود بنوسه تعریف علمی بلاغه بنوسه بنوسه البلاغه هي فرم البلاغه هي مطابقه الكلام البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته دوباري دكموا البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته مقتضى ضاد أخت الصاد صاد يكون نقطة لسرة مقتضى كيفون دوبار دكاتوا تعريف بلاغة كاك دوبار دكاتوا كاك مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته زور باش أما تعريف بلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته كدلي مع فصاحته دلي كواتب يوستك قسكيتو فصيح بجاري فصيح قسكون فصيح دبيت أقر تو صرف نحو نزانيت تبي صرف نحو بزانيت بوهي قسيكي فصيح ريك روان بلسان عربي مبين قسيكي فصيحة كردوها استا بز أو كافيني قسكت فصيحة بس او كافينيه تو بلوكي چي جوانت هنا و ديواري چي جواني شي دروس كردوا نا كافينيه كاك بوچ كافينيه اي چي تر بيويستا يدلين تو زانيم ديواري دروس كردوا ام ديوارا د طابقي تري لسر دروس ذكري اما بكلق نات وكو خود ديوار سيري كن ديوارا ريكو روانا بلان بو ام شو ينه بو ام بنانا بكاك ام ديوارا بو بنانا بيت او بنايه د طابقي لسر دروس ذكري دبي ديوارك استورتر دروس كيت
والله من نمزاني هر ديوار دروس كم تاوني هر ديوار دروس كي تاوني بوي جرين قواني طب لمن هر قصة ذاك مقصة كم بجويري صرف ونحو الرك والروانة هج عيبينية ولا إعرابي كبزانة طواوي أنا طالما بلا طوا بلا بوش فينا ناقن جكاك توشوي تلاين خوش دلي بدأي توا هر بهلاك دبرت بس يو بدك يبخوا خو كاس يشتري شابو جيران ما بو كتب ومردو تيجي يشتري فلان كاس يش بخوا والله خلق زورة أو نخوشي توجب سبحان الله كاس نجاتي نابه إيه ما كي حكمته كي عقله دلنا كاك تود زاني قصب كي يا نازاني إذا لم يقص كموك عربي هج خلالينيا تمرض فلان بمرضك ومات استوكوا لغة عيبها تمرض فعل ماضية فلان فاعلة بمرضك جار مجرورة فمات وش دي على جملة يتيتنا وبدو ايدات دلنا برا هر نحو صرف حساب نية تبي أو قصيته مطابق حال بيت أو كسنة خوشة بيوستي بدل دانا وهايا ده چیتا بون منا شوينك ك تو عابر سبيلي لو انا دوسه دقيقه لو بيو تواو منكرك دبيني ايا حالي او شوينه وحالي تو ك تنها دوسه دقيقه لوي واد خوازي خطبه چي دور ودريج يم بو بدي جون بو بگرن ان الحمد لله دس بيو بگي بخطبه حاجه چيه ورام دبين كاري لمنكركم فرتو دو دقل يريد ببل حديثي باسكا مناسب أو واقعي أو أنبيو برو توكل على الله أو بيوستي بشي هي بيوستي با يعني إيجاز كرتي هي لقصة كردن بينما كتول لخوشي يقداي لفرح يقداي تاوكو قصة كت زياتر بي خلق بي خوشتر بلان لهم ديش وين تا كرتر بي أو جا خلق بي خوشتر دريش بي خلق جويد بونا قري كواتا دلين جرينك هر أوانية فصيح بيت بلاغة چيه؟ بلاغة فير الدكا قصة كانت قنجاو بي بو كاتي خوي بو شويني خوي بو كسي خوي بو حالتي خوي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مقتضى الحال چيه؟ كلمة مقتضى چيه وتمان؟ مقتضى يعني داخوازي حال يعني حالي كسكا مقامي كسكا داخوازي دكا كتو تشيوازي قصي لقلبكي كبو شيوازي قصد لقلبكي قصيق لقلب بيرمير ديك دكي همان اسلوبك لقلب منالي چي دكي؟ نا كهمان أسلوب كرتشيا دل أنتوا شيء نيد ولا كسي شيء بليغ نيد كسي شيء حكيم نيد كسي شيء دانان نيد كهك نازني قصب كيد نازني قصب كيد أو زور قرن قبلها كم بلاغة علمي بلاغة يعني جواني قصة جمالي أسلوب روعتي بيان وهذا اللي دكاك تونيا قصة كانت ما شاء الله لشويني خويتي لكاتي خويتي جنجاوبو كسي خوي تزعني شد الله يعني بجيت أبونه من خطيب يا كذا جيت أسر من بر قصدك بأسلوب قصدك كأنما هم دكتور جامعي لبرد ميدانشتوا كاكواني تخرج شيد بأسلوب قصدك يا أبونه من خطيبة لمزجوتك مزجوتك إلى ناف جامعي كذا أو كتير ده هم طلبة وهم دكتورة بأسلوب كوا سادة وعمي قصدك قالتين لدي ما تشيت أما أجن خلنا دوار بودش شيء وترد ده كوات أبرا كانم استا پیناسی بلاغه بزنین دو رکنی رئیسی ته دای بلاغه یکم یان قسکی خود خودی قسکت فصیح به دوم یشان مطابقی چی به مقتضای حال به لكل مقام چی مقال او مقام او مقالی پیوستا او حدثا او حدیثی پیوستا حدث یک روی داوا باسی مثلا دیار دی کوشتار بلاو بوتو من يجي روج جمعة بيم باسي ديار دي زيناب كم خلق طلع ما تشيو ما مستاله شو خوتوا كاك خلق بدس كشتارة ودنا علينا بابتي أمر رشتيك توباسي شتيك تردا كيد أما حكمة دنيا أما برا برز كان من نقل علمي لغة عربي استفادة لي ذكي مطابقة الكلام لمقتضى الحال أما حتى إنسان بيفيري عقل دبي بيفيري حكمة دانا إيد بيد بس أنا شو قصة ذكي ما آلي قصكت سودي هي زرري هي يعني استفادة زورة بإذن إخوة البرودكار دوين أبو وابزان مخيون موا نفر إغنسيتي أقاداري أو مبتدي عضال لمضلة خرابة بن چي دكتور زاكر ناي كتم يا الله أما چي واداب زيوة سري أو بياب بصدان و بهزاران كافر لزردستي مسلمان بوا هناوية دوسي هلاي أو بياب باس كردوا إيه أما حكمته داناي وعقله إنكار لمنكر بوشواز هذا به كبرائك مقامك هي دعويك هي خدمتك هي أو لقل كافر خريكة به نتناو داري إسلام
لو هني كمال شتى بيت جزئيات وتفاصيل بيني زانه توشي هلا ده بأسائية شيء صلاح الدين أيوبي ابن صلاح الشهر زوري زورق لعلماء علماء جورا جورا إمام نووي ابن حجر عسقلاني قرطبي تماشى ذاك إن لكم ملك شدة بهلا داشون بهلا داشون استاتو بي حرشي أوهم حسنات وشاكية ضرب سفر كي تبي دابزي تسري ورجاي أو ضال مضل مبتدع داعية ضلال بن داعية ضلال شيء وفيها دعوب وضلال ناكا دعوب وشي ذاك دعوب وذاك كافر بين تناو داري إسلام استاتو بوش يدا دابزي تسري بوي براكم حكمة دانائي عقل بزاني قسكت شون ذاكي استاوره بلي فلانش دي غلط الرد بيدو بسر تشاو قبول ولا سرسر وسر تشاو شون الخطا مردود اما تو استحاتو دابزي تسري كانما او مبتدعي شي قمراي خرابي قورد دوزي وتوكش في دكيم مسلمانا مسلمانا وريايب اما مطابقه الكلام لمقتضى الحاله مقتضى حالي او بياوا او دخوازيتو بمشي وازق سيده سربكي نخير غلط بوي برسيار للشيخ وصي الله عباس ده كان كيتشكلا علماء حرمي مكي طلن تحذيرك بلاو بوتوك تحذير لفلانه كذا كذا هذا حمق او احمقيتي وجيلتي كابرا ده من دي ناس من لنزيكا رجع الى الحق كفيبلن اود غلطه طلب سرچاو سوشتي نايزاني شو تخصصي او هنا انا ناو دايري اسلامه بو كافر كان خريجي اويا بلام توبي بمشي وازق أمدى فرمي هذا حمق عند بعض الشباب عندهم حمق حاشاها متابرة كلام بويا مطابقة الكلام لشي لمقتضى الحال مع شي فصاحتي استشي بندو باردكاتو علمي بلاغة شي علمي بلاغة شي هلو دك سنة بك لها مدرسة كان دزبرز دك نوا غيري أوان ديبرا تعريفي بلاغة هاكاك مع فصاحتي آفري ديبرا مع فصاحته باش يعني اگر دقت دابته بلاغه مرتبيك لسروي صرف نحو يانا لسروي صرف نحو تو دبي كلمه تاك تاك كانت علمي صرف بو يدرس كربي رستو جمله كان يشد وكو نحو زماني عربي الراقبه فصيح به استاتشي ماوا هو ماوا موافقي مقتضى حالج بيت او كاتدلن كسيتشي بليغه كسيتشي بليغه باش براكان كان ما ماوا بانك ها باش ده باب شي نسر لا بريا انزا الكلمه الفصيحه الكلمه الفصيحه بزانين هاوت مندوشت بيويستا دور ركن ها بو بلاغه تشيوتشي مطابقة الكلام لقال شيء فصاحة استباب زين فصاحة شونه شون كلامك فصيح دبيت إذا سلمت اللفظة المفردة من رقم يكدابني دوائما رقم يكدابني لسكتابك التنافر في الحروف دو ومن الغرابة الشديدة في المعنى الغرابة الشديدة في المعنى سي رقم سيد أبنه وسلمت من المخالفة لقوانين الصرف فهي لفظة فصيحة والمتكلم القادر على أداء ذلك متكلم فصيح وكو دوباري ذاك مبرا كان بس أمره يكم درس درس كان لبخشي راس توخولي دادري بويا هركسي كبير بجداري درس كاد يبيت مزقود أجينا بخشي أم درسانة دوستندري ورادة جيريت چونك اللغة ونحو وصرف وبلاغة عم يخلق استفادة ولو درسانة ناكا إلا كسي كطالب علم بيت بيبيت زيادة الاستفادة بك بوي بس أمرويا بخشنا منت باشا برا كانم إذا سلمت اللفظة المفردة لفظي مفرد يعني كلميك أجر سلامت بو لسي عيب اگر او سي عيب تيدا نبو بو كلمه دلن كلمه فصيحه دلن قسي شي چونا فصيحه او سي عيب خللت شي كلا كلمه دا هبت لفصاحه دريدكات شي يكميان
التنافر في الحروف. التنافر في الحروف أويك نفرد يعني شيء ها لك راكردن فلان لفلان رادك تنافر بين القلوب. تنافر الحروف يعني هندي جارت ما شادك حرف لحرف رادك بيك ونان كري مغناطيس هم مندزانين ها دو سري كليش نزيك دكيتو تشيا راكا ناتواني بيكو كوب ابنوا هندي حرف هي مخرجكي بشيوازي شوايا كالقل يك قرص قرز ناوتري ليك رادكا ككلميشي لو بابا تدبكار هنا تلن او كلمة فصيحة يا فصيحنية فصيحنية كورباب من كلمة هر نطقي بيناك لزور قرصة تما شايكا با نمونا بيني نوا. ومن ذلك تنافر الحروف كما في هع خع هع خع قرصة يا آسانة قرصة ها لقل خاء لقل عين بيك وقدان هني وكم مغناطس كوايا لغرادك بأحسن ناتواني استعطول لك لا رستيك دا كلمة هع خع بكار بيني هو دل الله توفى صيحني كاك كلمة ما بكاريني أما نبي شتيشتر بكار بينا كواتايا كم دبي كلمة تنافر لبيني حرفكان دانبي انشي تنافر لبيني حرفكان دانبي حرفكان اللي قرانكن حرفكان منسجم من بيكوا استابلم شي كتب سهلة وربتو دلم دي هزار جار لسريك بوم بلا كتب 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 دتواني انا تواني بلا مور دجار لسريك بلا خو خو ليه تيك دشي انا ناتواني قرصة كواتا يكم مرجي اويك كلمة فصيح به حرف كاني اللي تجيب يجنهات بن لو حرفان أنا بكتشي لبيني عندها هي يعني أكوبلي ناحزي ياخد ناتبائي لبيني عندها به أويا كم مرج مرجي دوم تيا وثمان. ومن الغرابة الشديدة في المعنى ناب كلميك بكار بيني معنى كي غريبة أريناز يعني تخا أو معنى أو كلمة أمايا أمايا كامايا أنا أجر وابو فصيحني يقسكت دير الشعر شي هنا ومنها أن يسلم من الغرابة في الاستعمال دلتي وفاحما ومرسنا شي مسرجا شاعر شي عربية وصفي يتشك دكات وصفي آفرتك دكا وفاحما يعني قجي شي الرشي هي ومرسنا لوتي شي هي وصفي لوتي دكات شوني وصف دكا ومرسنا مسرجا كلمة مسرج فصيحنية بوشي فصيحنية شكا مسرج دو معنى دقريتوا لا بمعنى شمشيري باريك دقريتوا كواتا ديارة مدحي اوية مدحي ما بستي اوية مدحي خزانة كيدا كالوتي باريكا معنى دوميشي هيتشيا مسرجا يعني وكو السراج وايا وكو تشرايق وايا دروشيتوا أويك جوية دقري نازاني آية مسرجا ما بستي تشيه ما بستي خزاني لوتي باريكا وددروشيته ياخد خزاني تشي لوتي باريكا ياخد ددروشيته كام يعني ما بست نازاني كواتا دلين قصكي أو شاعرة تشينية فصيحنية أما لزماني عربي داك استشهاد بوشتانة دكري ما بست من جانبي لغويكي اتبرا كانم باش كلمة مسرجا تشينية فصيحنية بو فصيحنية غرابتي تشي تداه غرابتي معنوي نازاني المعناكي كاميانا سيهم عيبك لكلمة ذهبه لفصاحتي دردكاتشيا وسلمت من المخالفة لقوانين الصرف. قوانين الصرف أها رق أودي وهل دنوا ومنها مخالفة القياس الصرفي دوزت أنا كقول أبي النجم الحمد لله العلي الأجللي دوزت أنا لزماني صرف ذا فير دبين كا دو حرف يعني يك حرف دو جار دو باره بيتوا او دبي ادغام بكري بو يدلين چي الحمد لله العلي الاجل نالين اجلل استك كردويتي اجلل ادغامك كردوتوا دلين مخالفي چيوا قانوني صرفه علمي صرف واي فيرنا كربويكا كلمي اجل بكيت اجلل اها لعلم صرف لا ده استقصى كيتو تشينيا كلمة كيتو فصيحنيا نابي بلي أجلل دي بلي أجل كواتا استزاني من شك قصيك فصيحة شك كلمة جاري
أو كلمة فصيحة كاللوس عيب سلامة بي عيب كم تيا حرف كاني ليك رانا كان وكوتي هع خع وثمان عيب دوم تيا ما ناكي غريب نبي نزاني نركاك ما بستي كمان والله نزاني ما بستي تيا عيب سهم لقصده مخالف قاعده صرفي نبي صرف بو يدرس كردي او كلمه دبي وان نطقي بيبكي نكتب بشي وازي شتر نطقي بيبكي ضلنا وهر فصيح ني جارد شجاي بليغنيه ايش كاتك انسان فصيحه ها اگر تواني قصبك كلماتك بكار بيني او سعيبتي داني بدلين شيوا ضلن كسي شي فصيحه كسي شي فصيحه كتشندي ما بان ها صدقه باش زور باش لو حالي بن بلا كانم الكلام الفصيح لست كلمي فصيح زاني من ونيا اي كلامي فصيح كلمه يق مفرد بو اي كلام اذا سلم الكلام من التنافر في الفاظها الفاظه بك كلماته من التنافر في كلماته الفاظك بك شي كلمات لا لفظ مفرد دا لفظ فصيح لا لفظ فصيح دا وتمان دبي خدي كلمك حرف كاني تشين ابن لقال من ببلد او شر لكن ها ليك رانا كان استا اوان كلامه كلام لكن كلميك بيك ديوانيه ناب كلمات كاني ليك تراكن اوان نك حرف كاني كلمات كاني ناب ليك تراكا يا كم شي اذا سلم الكلام من رقم يك بنسا التنافر في الفاظه او الرقم يجي بوداني يعني في كلماتي دوميان ومن الضعف النحوي يعني شي ضعف النحوي لروانجي نحو دا خلل نبت أي أجر كلمة فصيحة وتمان لروانجي كذا خلل نبت لروانجي صرف كوا مفرد بو كلمة بو استوى كلامي فصيحة لروانجي قانوني علمي نحو دا نابت كيها به خللها به أي سهم كيا ومن التعقيد في اللفظ أو في المعنى يعني ما ناكي لفظكي معقد نبتين جيت رونا أو سمرجا أجر هبو دلين أو كلامة كيا فصيحة. أجر يجيك لو سياني تداني بدلين كلامك تشينيا فصيحنيا. أجر هرسي عيبك نبو دلين أو كسي قصدك دلين كسي تشونا متكلم فصيح. بس أو فصاحة بس بو أوي بليغ بيت. بس فصاحة بس. تشي تري بيوستا. هاك هاك. مطابق بيبو مقتضى حال أو قصيتو ديكي قنجاو بيبو كاتي خوي بو شويني خوي بو كسي خوي أو كاتتو كسي شي بليغيد وابزانم اشتغل علمي بلاغش حالي بوين تعريفي علمي بلاغش وفصيح لا كلمة داتشية ولا كلامش داتشية ودرسي دهاتو إن شاء الله زياتر درجي بيدين والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله سبي إن شاء الله سعاد يكو تشارك درسي يكم دس بيدك أبرا كانم يكو تشارك إن شاء الله خواهي قبرا يرمتي درمان بي وأخير ما خير كونيت ما خالص كون الحمد لله وصلى الله وسلم.